الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، ما منا أحد إلا ويطرأ عليه الخوف، والنبي عليه الصلاة والسلام خاف كما خاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله تعالى في حال الخوف فيقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس: قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. هذه هي أدعية الخوف لمن خاف.